هنا سعيد وهنا التركات لي او بنقطه واحده بالنسبه للتبادلات قصيره بين عناصر الشباب. هنا الخطا لن يكون مسموحا من الطرفين طبعا من الشباب الذي افتك المكانه الاساسيه خاصه في ظل غياب اليمنى وبالقاسمي على الجهه اليسرى. حاول ربما للمدرب شريف حجار لربما تغيير المناصب وارباك ميرزاق. تدخل الدفاع تبقى الخطوره تبقى من جانب شباب الوزداد في ظل تكتل كبير للاعبي ومدافعي. تبادلات جميله. سعيود خلف اولى في هذه المقابله تسديده وهو العائد من الاصابه بدوي. حاضرون بقوه انصار الاولمبي خارج اسوار الملعب. هنا الخطير خطوره من جانب الشباب التوزيع دائما بالوزداد. الكره يستدر بهذه الكره يمنح ثم بالوزدادية الكره يلا انطلاقه في الهجمه المرتده المعاكسه ولكن بطء في الانتقال من كره مرتده خطيره. كره اخرى من هناك ملعوبة كوكبو تصل الكره كوكبو ماذا سيفعل. وفي المتابعه اللصيقه من جانب شباب الوزداد سنشاهد ونتابع تغييرات ولمسات المدربين شريف حجار من جانب الاولمبي ودوما من جانب شباب الوزداد. قائد الاوركسترا اقول سعيد ترجع له الكره من جديد. محاوله بالفرديات بالوزداديه الكره في وسط الميدان. سعيد توصل الكره بحث عن الحلول من جانب عناصر اولمبي المديه في الخروج من منطقتهم لا يريدون الوقوع في فخ الاستدراج. كرة بالوزدادية الدفاع كل الخبرة لهذين اللاعبين في محور دفاع الشباب. هي تي بي مازومبي بلوموباشي حيث سيتنقل الشباب يوم العاشر. بحثوا عن فتح المباراة. خطورة لشباب الوزداد انطلق سعيد راح سعيد انطلق سعيد متأثرا بالسابقة من دون مبرر طبعا ليس لتسجيل هدف فولي كلا الطرفين. كانيش في هذه اللقطة يفقى السارة والنبأ الحزين لأحد الطرفين. طبعا النبأ السار لأحد الطرفين والحزين للطرف الآخر. هنا الانطلاقة من شباب الوزداد سعيد نتيجة تخدم المتصدر وفاق سطيف. هنا الخطورة لشباب الوزداد.